اشترك في قناة رويش تي في وقم بتفعيل الجرس ليصلك كل جديد أولا بأول. من هو الحبيب السري لمواليد كل برج خلال العام 2019؟ إن فكرة أن يقع أحد الأشخاص بحبنا من دون أن نعلم أنه يحبنا تعتبر رومانسية للغاية، ولكن وقع هذا الحب علينا سيختلف باختلاف هذا الشخص. فإن كان هناك شعور متبادل معه لكننا كنا نخفي مشاعرنا كذلك، فإن ردة الفعل ستكون إيجابية. أما إن كان من الأشخاص الذين لا يعنون لنا شيئا فستكون ردة الفعل حينها سلبية. ولكن ما قد يتسبب لنا بالصدمة هو إن كان هذا الشخص من المقربين أو الأصدقاء الذين لم نتوقع في يوم من الأيام أنه يكن لنا مشاعر الحب هذه. وباعتبار أن عام 2019 قد أصبح على الأبواب، فمن هو الشخص الذي يمكن أن يقع في شباك الحب لمواليد كل برج من الأبراج خلال العام الجديد ولكنه يبقي ذلك سرا دون أن يفصح عنه؟ تعالوا لنسمع ما يقوله الفلك عن كل برج. برج الحمل. إن الشخص الذي سيحب أحد مواليد برج الحمل بشكل سري في عام 2019 هو أحد الأشخاص الخجولين، وهو لن يملك خلال مدة قريبة شجاعة كافية لإبلاغ من يحبه بما يشعر به. فطبيعة مواليد برج الحمل المندفعة تشعره بالرهبة، وبالتالي هو يحاول بشكل دائم أن يجاري الشخص الذي يحبه، ولكنه لا ينجح في هذا الأمر، ولذلك فهو يفضل إبقاء مشاعر الحب الذي تعتريه سرية. هذا الشخص الذي نتحدث عنه ربما يكون من الجيران أو الأصدقاء، وبالتالي فإن التدقيق البسيط في تصرفاته كفيلة بأن تكشف لكم هويته. برج الثور. إن الشخص الذي سيحب أحد مواليد برج الثور سرا في عام 2019 هو شخص لعوب لدرجة ما، وعلى الرغم من كون مواليد برج الثور لا يحبون هذه النوعية من الأشخاص لأنهم يبحثون عن الثبات والاستقرار في علاقاتهم، لكن هؤلاء الأشخاص ينجذبون لمواليد هذا البرج لأنه يعتبر بالنسبة لهم عنصر علاقتهم الثابت. وفي الحقيقة إن هذا الشخص لن يستمر في كتم مشاعره وسيعلن عن حبه، وعلى الرغم من أن مواليد برج الثور لن يوافقوا على إقامة هذه العلاقة إلا أن هذا الشخص لن يتراجع أبدا، والفلك لا ينصح مواليد الثور بالموافقة على هذه العلاقة إلا إن كانوا مستعدين لخوض تجربة مع شخص لعوب له شخصية مختلفة عنهم تماما. برج الجوزاء. يتصف مواليد برج الجوزاء بأنهم اجتماعيون ويجذبون الآخرين طوال الوقت، فهناك مجموعة دائمة من المعجبين الذين يحيطون بهم، ولكن ضمن مجموعة المعجبين هذه يوجد شخص واحد يحمل مشاعر الحب للجوزاء لكنه يخفيها، لأن هذا الإنسان يعرف تماما بأنه سيقابل بالرفض، ولذلك فقد يقرر الصمت الذي يعتبر أفضل بالنسبة إليه. وفي الحقيقة فإن هذا الشخص هو حبيب سابق شعر بالندم على كل الأمور التي قام بها، ويحاول إيجاد وسيلة للعودة من جديد إلى قلب مواليد الجوزاء. برج السرطان. إن الشخص الذي يحب أحد مواليد برج السرطان سرا يكتم هذه الأحاسيس منذ مدة طويلة جدا، وقد وجد أن كتم حبه وعدم التصريح عن مشاعره أفضل بمراحل من إعلانه. وإذا رغب مواليد برج السرطان معرفة هذا الشخص فما عليهم سوى النظر بتمعن إلى زملائهم في العمل ليكتشفوا بسهولة هوية هذا الشخص الذي يحبهم سرا. برج الأسد. إن مواليد برج الأسد يرغبون عادة أن يجذبوا الأشخاص الذين يملكون شخصية قوية ومستقلة، ولكنهم دائما ما يجذبون الأشخاص الأصغر منهم في العمر،
وسيتواجد في عام 2019 أشخاص يحملون مشاعر الحب لمواليد برج الأسد، لكن الفارق في العمر بينهم كبير، ولذلك فإن هؤلاء الأشخاص سيكتمون مشاعرهم كونهم يعلمون مسبقا أن لا فرصة لديهم للوصول إلى مواليد الأسد، لأن مواليد الأسد يكبرونهم كثيرا في العمر ولأنهم يملكون شخصية قوية جدا. برج العذراء. إن جدية مواليد برج العذراء وحس المسؤولية العالي لديهم سيجذب لهم شخصا من نوع خاص، فخلال عام 2019 سيقع مدير مولود العذراء في غرامه، وربما يكون مولود هذا البرج قد لاحظ أن تصرفات هذا المدير تجاهه قد تبدلت في الفترة الأخيرة، كونه قد أدرك تماما طبيعة المشاعر التي تعتريه، ولذلك فإن هذا العاشق سيحاول إظهار حبه بطرق مختلفة، كمنح مولود العذراء زيادة في راتبه أو ترقية في عمله أو غيرها من المغريات التي تضمن وجوده في مكان العمل بشكل يومي. برج الميزان. إن الشخص الذي سيقع في غرام مواليد برج الميزان خلال العام الجديد هو أحد أصدقائهم الذي سيحاول القيام بخطوات إضافية للتقرب منهم في عام 2019، لكنه دائما ما يتراجع عن الاعتراف بمشاعره خوفا من أن يتم رفضه كحبيب، وبذلك يخسر مولود الميزان بشكل كلي، لأنه لا يستطيع أن يبقى في موقع الصداقة بعد أن اعترف بحبه. برج العقرب. إن الشخص الذي سيقع في غرام مواليد برج العقرب خلال عام 2019 معجب بهم منذ فترة طويلة، وهو يحاول التواجد في الأماكن التي يترددون عليها، وربما يكون قد تبادل أطراف الحديث معهم مرة أو أكثر، وعلى الرغم من أن هذا الشخص يعلم بالتحديد مواعيد تواجد مولود برج العقرب في ذلك المكان، ولكنه يحاول أن يبقى متواجدا فيه طوال الوقت لضمان رؤية حبيبه عندما يقرر المجيء، ويبقى السبب وراء إخفاء هذا الشخص لمشاعره كامنا في عدم معرفته لردة فعل مولود برج العقرب إذا علم بحقيقة هذه المشاعر. برج القوس. إن الشخص الذي سيقع في حب مولود برج القوس خلال العام الجديد هو شخص كاد مولود برج القوس أن يدخل معه في علاقة حب، إلا أن الظروف لم تسمح بذلك، وربما يكون مولود برج القوس يعلم بهذا الأمر وربما لا يكون يعلم به، وعلى الرغم من أن هذا الشخص يفكر بمصارحة مولود القوس إلا أنه يخشى من أن يكون توقيت المصارحة خاطئ، وبالتالي فإن عام 2019 يعتبر مرحلة تحضيرية ليكشف هذا الشخص عما يشعر به، وهو قد يكشف عن حبه مع نهاية عام 2019 أو بداية عام 2020. برج الجدي. إن الشخص الذي سيقع في حب مولود برج الجدي خلال العام الجديد هو شخص متزوج، وعلى الرغم من محاولاته المتكررة لكبح مشاعر الحب التي يكنها للجدي، لكنه يرى في مولود هذا البرج كل ما كان يحلم به عن الحبيب، وعلى الرغم من حدة مشاعره لكنه يحاول إخفاءها بكل قوته، ويبقى أخطر ما في الأمر أن هذا الشخص ربما يكون زوج أحد أصدقاء أو معارف مولود برج الجدي المقربين. برج الدلو. لن يقع في حب مولود برج الدلو خلال عام 2019 شخص واحد، لا، بل هناك ثلاثة أشخاص سيغرمون به. أولهم قد يكون أحد الجيران الذي يحبه عن بعد بحيث يراه ولكنه لم يتكلم معه يوما. أما الشخص الثاني فهو قد يكون أحد زملائه في العمل، والشخص الثالث هو من الأشخاص الذين تعرف عليهم مولود برج الدلو منذ فترة، ولكن تبقى المشكلة الحقيقية لهؤلاء الأشخاص كامنة في أن مولود برج الدلو هو شخص مرتبط على الأرجح، أما إن لم يكن كذلك فهو سيملك ثلاثة خيارات لاختيار الشخص الأنسب بينهم
والارتباط به. برج الحوت. إن كان مولود برج الحوت يعتقد أنه لا يوجد من يحبه، فليعلم أن هناك شخص يلتقي به يوميا دون أن يتكلم معه، وهذا الشخص يكن له مشاعر الحب العميقة والقوية، وهو منذ أن رأى مولود الحوت أعجب به، وتطورت مشاعره يوما بعد يوم حتى وصلت لهذا الحب الجارف. كانت هذه جولتنا مع الحبيب السري لكل برج من الأبراج في عام 2019، قدمناها لكم من قناة رويش تي في. اكتبوا لنا في التعليقات إلى أي برج من الأبراج تنتمون، وما هي تطلعاتكم وأمنياتكم على صعيد الحب للعام الجديد. اكتب لنا في التعليقات رأيك بما شاهدت للتو، ولا تنسى دعمنا بتسجيل الإعجاب ومشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما لا يفوتك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها. أما إذا أردت مشاهدة المزيد فاختر واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامك الآن.